تلتقون بالممثلة سهيلة معلم اللي أعلنت عبر الانستا ستوري أنها وطاقم عاشوراء العاشر راح يولوا إن شاء الله في رمضان 2020 بموسم ثالث، وأنه سلسلة الرايس قرصو ليست لها أي علاقة مع عاشوراء العاشر، حيث كتبت: يا سكان الجمهورية العاشورية، المخرج جعفر قاسم وكل فريق عمل عاشور العاشر راهم يقولوا لكم باللي سلسلة الرايس قرصو ما تخصهمش لا من بعيد ولا من قريب، وأنا واحدة منهم ما شاركتش في هذا السلسلة. انتظرونا في عاشور العاشر الموسم الثالث العام المقبل بإذن الله.